الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع هدي القرآن الكريم في هذا البرنامج هدى للمتقين. أيها الإخوة، هناك من يفهم أن حرية الإنسان مطلقة، يفعل لنفسه ما شاء ويأتي ويذر ما يشاء دون التزام بتوجيه الله سبحانه وتعالى. وهناك من المسلمين من لا يكون كذلك، ولكنه أيضا قد يتجاوز بعض حدود الله سبحانه وتعالى. لكن حال المسلم أمر مختلف، والقرآن الكريم في هدايته لنا يبين أن حال المسلم يختلف عن غيره، فالإسلام حقيقته الاستسلام لله سبحانه وتعالى. فما هو حال المسلم؟ يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن أنت مسلم، أنت مسلمة، ليس لأي منكما أن يختار أمرا دون أمر الله ورسوله. فإذا أباح الله أمرا فلك أن تأخذ منه ما شئت، وإذا حرم الله عليك أمرا وجب عليك الابتعاد عنه. هذه الآية أيها الإخوة، سأذكر لكم قصة نزولها. نزلت في مسألة ربما ينظر إليها البعض على أنها قضية اجتماعية وحرية شخصية وإرادة ذاتية، ومع ذلك نزل القرآن بشأنها. لعلكم تسمعون عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها. كانت قبل زواجها بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفترة كانت بلا زوج، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخطبها. يخطبها لمن؟ يخطبها لمولاه زيد بن حارثة. طبعا زيد بن حارثة هو مولى من الموالي، كان مملوكا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم اعتقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. زينب بنت عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مكانتها تختلف عن مكانة زيد الذي كان عبدا مملوكا. ومن المعلوم أن العبودية هي أدنى طبقات المجتمع عند البشر الذين يقسمون الناس إلى طبقات بحسب أنسابهم. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخطب زينب لزيد، فقالت: يا رسول الله، أنا بنت عمتك، أنا أيم قومي وأنا ابنة عمتك، ما كان لي أن أرضى بمثله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلى، فانكحيه، يعني تزوجي بزيد. قالت: دعني أؤامر نفسي، أي أستخير، أستشير، أصلي، أنظر في الأمر. فإذا بالقرآن ينزل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن قالت: يا رسول الله، قد رضيته لي منكحا؟ قال: نعم،
قالت: إذن لا أعصي أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتزوجت زينب بزيد امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، البعض أحياناً قد يجد أمامه حكماً شرعياً من أحكام الله عز وجل، لكنه يتجاوز هذا الحكم ولا يلتفت إليه، وهذا يمكن أن نسميه كما سماه القرآن: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً. دعونا نلقي نظرة على واقعنا، إن واقعنا مليء بكثير من المخالفات لأمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم من التجار اليوم يتعاملون بالربا، وكم من البنوك في البلاد الإسلامية يتعاملون بالربا. ما هو حكم الربا؟ يكفي أن نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن الوقوف عند حدود الله يتوجب عليك من خلاله امتثالاً لأمر الله عز وجل ألا تتعامل بالربا مهما كان ذلك الأمر. حرم الله عز وجل قتل النفس المعصومة، واليوم نجد أناساً من أجل هوى ومن أجل حمية أو عصبية جاهلية يستبيح قتل النفس المحرمة. فأين أنت؟ أين أنت أيها القاتل حمية وعصبية وتبعية لقومك؟ أين أنت من قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ حرم الله عز وجل الغيبة والنميمة والتجسس وسوء الظن وغير ذلك من أنواع السخرية بأخيك الإنسان. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. من المسلمين والمسلمات التزم بهذه التعاليم فوقف عند حدود الله؟ أعود أخي المسلم أختي المسلمة لأذكركم بأن الإسلام يعني الاستسلام لجميع أوامر الله عز وجل، وليس لك أيتها المسلمة، ليس لأحد منكما أن يختار أمرا دون أمر الله عز وجل، ليس لأحد منكما أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة والصيام والحج والزكاة، ثم يأتي عندما تكون الشهوة والهوى من أجل أن يترك شيئا من تعاليم الإسلام. فإن الدين ليس بالهوى، ولكنه اتباع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يقف عند حدود الله فيعمل بكتاب الله
وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويختار أمر الله وأمر رسوله دون الهوى ودون الشهوة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.